الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والافتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستغدرات وأشباه ذلك. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان هذه المسألة، وهي استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وهذه قاعدة، كل ما كان من باب التكريم فإنه يكون باليمين، وما كان من باب الاستقدار فإنه يكون باليسار، وما بين ذلك يعني ليس فيه تكريم ولا استقدار فإنه يكون باليمين، كما سيمر علينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمم في شأنه كله، إلا المستغدرات فإنها تكون باليسار. وهذه من المواضع القليلة في هذا الكتاب التي يتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى بكلام من عنده، وإلا فإن غالب كتاب من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر أمثلة على استحباب تقديم اليمين كالوضوء والغسل والتيمم إلى غير ذلك، وأمثلة على استحباب اليسار كالخروج من الخلاء وكخلع النعل وكخلع القميص ونحو ذلك. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، الآيات. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وسبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهاتين الآيتين في هذا الباب من أجل بيان فضل اليمين، وذلك أن أهل اليمين مكرمون في الدنيا والآخرة، فمن فضل اليمين أن أهل اليمين هم أصحاب الجنة. ولذلك على المسلم أن لا يتشبه بالكفار الذين هم أهل الشمال في الدنيا وفي الآخرة، فهم في هذه الحياة الدنيا كما تشاهدونهم أكثر استعمالاتهم بالشمال، وهم في الآخرة من أصحاب الشمال. وهذا مما يقع اليوم فيه كثير من الناس في تقليد الكفار، أنهم يتشبهون بهم في الأخذ والعطاء وفي الشرب وفي الأكل، يستعملون الشمال، وهذا من باب التشبه ومنهي عنه، منهي عنه بصراحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا منهي عنه لأنه داخل في التشبه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. هذه قاعدة في هذا الباب، أن اليمين هي الأصل، وأن اليسار تكون في ما يستقدر، فكل ما كان من باب التكريم ومن الأمور العادية فإن الأصل فيه أن يكون باليمين. فهنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في كل أموره. ثم ذكرت أمثلة على ذلك، قالت: في طهوره وترجله وتنعله. الطهور يشمل الغسل ويشمل الوضوء، والترجل هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر يستحب الإنسان أن يسرح شعره، يبدأ باليمين، يستحب له أن يبدأ باليمين.
وهذا فيه فائدة استحباب ترجيل الشعر، فمن كان له شعر فإنه يكرمه كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، سواء كان هذا الشعر شعر رأس أو شعر لحية، فمن كان له شعر فليكرمه بتسريحه، بتزيينه، بتنظيفه، بالدهانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وليس من السنة ما يفعله اليوم كثير من الناس أننا نجدهم يتركون شعورهم، بل الآن صار عندهم من الموضة أن يجعل شعره منتفش، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، أقل الأحوال أن خلاف السنة وأنه مكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يعني منتفش شعره قال صلى الله عليه وسلم: ألم يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ألم يجد هذا ما يسكن به شعره؟ واليوم كثير من الناس يجعلون هذا من باب الموضة، وهو في الحقيقة تشبه، إما تشبه بالفساق وإما تشبه بالكفار. فقل أقل أحوال أقل أحوال الكراهة، وقد يصل إلى التحريم إذا دخل في باب التشبه. والتنعل معروف هو لبس النعال. قال وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وهذه القاعدة كما ذكرنا أن اليسار تكون للمستقدرات وللأذى، وما سوى ذلك يكون لليمين. قال أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وهذا فيه أيضا حث على استخدام اليمين في الغسل حتى للميت، فإن الميت إذا غسل فإنه يبدأ بالميامن وبأعضاء الوضوء أولا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه بيان استحباب أن يبدأ المسلم لبسه للنعال باليمين، فتكون هي أول ما يلبس وآخر ما ينزع، فإذا أراد الخلع فيبدأ باليسار، إذا أراد الخلع فليبدأ باليسار. وهذا في النعال وفي بقية الملبوسات، يلبس باليمين ويخلع بالشمال. قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، هذا أمر. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ أكثر أهل العلم على أنه للاستحباب وليس للوجوب، لأنه من باب المكارم والأداب، ولكن لا يعني يستبعد أن يكون هذا من باب الوجوب، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في هذا الباب كله، في باب الأداب والأخلاق وغير ذلك. إذا جاء الأمر فالأصل فيه الوجوب، إلا إذا جاء ما يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. وسيمر علينا الكلام إن شاء الله مفصلا في الباب القادم بإذن الله عز وجل عن هذه المسألة. قال عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وهذا تقريبا نفس ما ذكرت عائشة رضي الله عنها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث صحيح. فابدأوا بأيامينكم، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أفضلية اليمين في الوضوء. وهل البدء باليمين في الوضوء سنة أو واجب؟ سنة، يعني لو بدأ بالشمال قبل اليمين فالوضوء صحيح، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. وهذا يكون في الأعضاء مثل اليدين والرجلين، فإنه يبدأ باليمين ثم الشمال، لو بدأ بالشمال ثم باليمين فإن وضوءه صحيح، لكنه خلاف الأفضل وخلاف الأولى. وهل يقال مثل هذا في العضو الواحد يعني كالوجه أنه يبدأ باليمين ثم بالشمال؟ نقول إذا كان العضو واحدا فإنه يغسله جميعا، يغسل وجهه بكفيه كما جاء في السنة، وجاء في حديث أنه يغسل وجهه بيمينه، فمثل هذه الحال لو بدأ باليمين فإنه يدخل في مطلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
فابدأوا بأيامينكم. ومطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عنه عائشة أنه يحب ويعجبه التيمم في طهوره. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وهذا الحديث الشاهد منه لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحلق في حجة الوداع أشار للحلاق أن يبدأ له بالجهة اليمين أثناء الحلاقة، وهذه من السنة. فإذا ذهبت إلى الحلاق أردت أن تحلق فنبه هذا الحلاق إذا بدأ الحلاقة أن يبدأ باليمين أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشار للحلاق أن يبدأ بالجهة اليمين. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن، في الرواية الأولى أشار إليه أن يبدأ باليمين، وفي الثانية أعطاه اليمين قال ابدأ عشان يبدأ باليمين. فهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له إشارة وأيضا ناوله الشق الأيمن تأكيدا من أجل أن يبدأ باليمين. وهذه من السنة التي قد تخفى على كثير من الناس، تخفى على الحلاقين وعلى من يحلقون، أن يبدأ بالجهة اليمين أثناء الحلاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار للحلاق أن يعني يبدأ باليمين في حلاقه، ثم بعد ذلك دعا أبا طلحة وأعطاه شعره صلى الله عليه وسلم الذي كان من الشق الأيمن، ثم أعطاه الشق الثاني الجهة اليسرى من أجل أن يقسمه بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص أبا طلحة رضي الله عنه بهذه الخصيصة وأعطاه الجهة اليمنى كاملة، وبقية الشعر يقسم بين الناس، فمن قل ومستكثر، فمنهم من أخذ شعر ومن أخذ شعرتين وأخذ أكثر من ذلك. والمراد بذلك أن يتبركوا بما انفصل من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، مسألة عقدية، وهي أن التبرك لا يعني يكون بالأهواء وإنما يكون بالدليل، لأن أصل البركة تكون من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب إلا منه، ولا يتبرك إلا بما شرعت فيه البركة. ومن ذلك من فصل من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنخامه كعرقه كشعره، فإنه يتبرك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة هذا الشعر من أجل أن يتبرك به، وأعطى الناس القسم الثاني من شعره من أجل أن يتبركوا به. ولذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها احتفظت بشيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فكان المريض إذا جاءها أعطتهم من هذا الشعر، صبت عليه الماء يعني على هذا الشعر تبركا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطى هذا المريض. فهذا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بما انفصل من جسده. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يفعلوا هذا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن التبرك بما انفصل من الأجساد لا يجوز إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه على مسألة ونختم بها هذا المجلس، أن هناك من الدجالين ممن يستغلون مثل هذه المسائل فيقول هذه شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرجت قبل يعني سنوات قليلة أن هناك شعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تركيا وقيل في مناطق أخرى وصوروها واستقبال وغير ذلك، وهذا كله من الدجل، كله من الدجل، وكله شرعنا للتبرك البدعي. فما الذي يضمن لنا أن هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يأتي دجال يقول هذه شعرة الرسول، ويأتي آخر يقول هذه شعرة الرسول، ويأتي آخر يقول هذا لحاف الرسول، ويأتي آخر ويقول هذا عصا الرسول، وهكذا من أجل أن يأخذ أموال الناس. فلذلك هذا من الدجل ومن الكذب،
ولذلك لا يلزم بشيء مما هو من يعني مما كان من حاجيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسده في هذا الزمان وما قبله من أزمان، لأن هذا لم يعرف يعني في عهد التابعين، فكيف بمن بعدهم؟ لم يعرف إلا في زمن يعني أم سلمة رضي الله عنها عندما كانت تحتفظ بشعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد مرور السنوات الطويلة والقرون الكثيرة يأتي أحد ويقول هذا شعر الرسول أو هذه عصا الرسول أو غير ذلك، كل هذا من الدجل ومن الكذب الذي يريدون به أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.